وللمزيد حول تحجيم نفوذ ما يسمى بأحزاب البيت الشيعي في تشكيل الحكومة الأخيرة برئاسة الكاظمي، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد السلام الطائي. دكتور عبد السلام، بداية مرحبا بكم. يعني رغم الخلافات التي ضربت ما يسمى بالبيت الشيعي في العراق، تم تمرير الحكومة الكاظمي، برأيك هل هو توافق أم رضوخ؟ نعم، حسب اعتقادي لا يوجد بيت شيعي واحد أو موحد، خاصة بعد عام 2003، بل هنالك ثلاث بيوت شيعية، هي البيت الشيعي الإيراني للسيستاني، والبيت الشيعي الإيراني لخامنئي، والبيت الشيعي الوطني العراقي الذي يمثل شيعة العراق وعلى الأخص وفي مقدمتهم الآن المتظاهرين. الخلاف الأكبر والجوهري هو ما بين شيعة العراق وأحزاب إيران. عملية الرضوخ والاتفاق، أظن أن الرضوخ كان أكثر من الاتفاق خلال تمرير كابينة الكاظمي. ولنعلم جيدا أن حكومة الكاظمي هي حكومة مؤقتة هدفها انتخابات مبكرة، على الرغم من أن الكاظمي لم يشر في خطابه إلى الانتخابات المبكرة. ملفات عديدة الحقيقة يستحيل معالجتها خلال هذه الفترة الدستورية المؤقتة، كملف الميليشيات والكهرباء والاقتصاد والميزانية المنهوبة وتهريب النفط، الاتفاق الأمني الاستراتيجي الأمريكي، هذه تعتبر هذا المحك الأساسي الذي سيواجه حكومة الكاظمي، قانون الانتخابات، أيضا جرف الصخرة المحتلة تعتبر منطقة عسكرية تستخدم فيها الصواريخ لتهديد دول الجوار، استراتيجية أمريكا تجاه إيران تقوم على الردع كي لا تقع الحرب، لأن أمريكا تريد احتواء إيران وليس القضاء عليها. هل خسرت دكتور عبد السلام، هل خسرت هذه الأحزاب نفوذها برأيك، يعني في ضوء هذه الثورة التي الرافضة للعملية السياسية ولجميع الأحزاب التي جاءت بعد احتلال العراق؟ الأحزاب والعملية السياسية أساسا خسرت نفوذها منذ الانتخابات الأخيرة، يعني مقاطعة أكثر من 80% من الشعب العراقي للانتخابات هو حالة تمرد عام واحتجاج مدني، ثم أن الحراك بعد ذلك ساهم في عزل الأحزاب والعملية السياسية أكثر. استطاع الحراك الإطاحة بحكومة عبد المهدي وإفشال مرشحين، أسقط حكومات وإن لم يسقط لحد الآن النظام، لكنه أسقط صنمية وقدسية المرجعية الإيرانية واختراقه لحاجز الخوف. الثوار أو الحراك حير إيران بتوجهات المتظاهرين الوطنية المناهضة للطائفية وهتافاتهم إيران برا برا. في ظل هذا التراجع لنفوذ هذه الأحزاب التي تتبع والموالية لإيران، يعني ماذا تتوقع من إيران أن تتخذ أي خطوات لإنقاذها؟ هو هذا يقود للبحث في سيكولوجية الشخصية الإيرانية. إيران تنظر للأحزاب كأشخاص وكهياكل تنظيمية، تنظر لهم مجرد أجراء وليسوا شركاء بالنسبة لها. فالأحزاب بالنسبة لإيران هم عمالة رخيصة لها، وإيران استخدمت شيعة الأحزاب عبارة عن قفازات مذهبية لمشروعها القومي، أي قوقود لمشروعها الفارسي في العراق وخارجه. كل ما تستطيع فعله إيران هو خلق مزيد من الفوضى المسلحة بحجة داعش أو غيرها من المسميات، علما أن داعش والميليشيات مجرد اسمان مختلفان لهدف واحد. لكن ستحاول إيران أيضا القيام بضربات صاروخية ضد دول الخليج من منطقة جرف الصخر وغيرها. لذلك إيران بإمكانها التخلي عن أحزابها حسب مصالحها، لأن إيران ليس لها عدو دائم ولا صديق دائم،
إيران دولة قومية وليست دولة شيعية، تتعامل إعلاميا كشيعة كمذهب، لكن في حقيقتها في داخلها في باطنيتها تتعامل مع مشروعها القومي الفارسي. صحيفة ميلتري تايمز الأمريكية تقول إنه يجب أن يتخلص العراق من تأثيرات النفوذ الإيراني فيه. إلى أي مدى تتوقع دكتور عبد السلام الطائي أن تكون ربما حكومة الكاظمي هي أيضا بابا من أبواب الصراع الأمريكي الإيراني؟ أكيد بلا شك، يعني حكومة الكاظمي ستواجه صراع ما بين الولايات المتحدة الذي تحاول الولايات المتحدة تحاول عزل الصين بإيران عن طريق طبعا مضيق هرمز، وإيران أيضا تريد عزل الولايات المتحدة بالعراق. فحكومة الكاظمي ستواجه هذه الإشكالية وهذه الجدلية المعقدة. حقيقة وجوهة الصراع الأمريكي الإيراني ليس من أجل العراق فقط، إيران تعتبر المجال الحيوي لأمريكا تجاه الصين عبر مضيق هرمز في بيع النفط للصين، ثم إيران تبيع النفط للصين بأسعار مخفضة، وهذا سبب إشكالية كبيرة بأسعار البضائع الأمريكية. موضوع الملف النووي لرجال الدين النوويين الإيرانيين يشكل مصدر قلق لإسرائيل، وهذه أيضا مشكلة ونقطة خلافية جوهرية في الصراع. أيضا إيران بنفوذها في العراق وفي لبنان وفي سوريا المجاورة لإسرائيل تشكل مصدر قلق. الخلاف الأمريكي الإيراني الإسرائيلي أن إيران تحاول أن يكون لها موطئ وقدم عند إعادة تشغيل خط نفط كركوك، بانياس، طرابلس، حيفا. إيران تعتبر هذه المناطق من منطقة المثلث الشيعي عبر البوكمال ومنطقة القائم والقلمون، هذه تعتبر مناطق للمجال الحيوي الإيراني، لذلك الصراع سيشتد في هذه المنطقة. أمريكا وإسرائيل تعتمدان على استراتيجية الردع كي لا تقع الحرب مع إيران، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد القضاء على المشكلة الإيرانية بالكامل في الوقت الحاضر. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد السلام الطائي، كنت معنا عبر سكايب من ستوكهولم.